A ver si puedo hablar. اهلا وسهلا، كنتمنى تكونوا مزيانين وفي احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. عارفكم كاملين كتسناوني الاغلبية الناس، بزاف ناس كتبوا لي منساخس تانتو بالكوريو الكترونيكو، في انستغرام، في اليوتيوب، كيقول لي حنا كنتسناو لا فيديو اللي غتشرحنا فيها كيفاش نتسجلوا في لا فورماسيون، شنو هي الطريقه والمعلومات يعني اللي متعلقه بهادشي. كما كتشوفوا ما كنقدرش نهضر، كنت بيور على هكذا، بيرو الحمد لله استوي موتشو ميخور. ودابا غادي نشرح لكم ان شاء الله اليوم في هاد لا فيديو هادي بعجاله ملخص على كيفاش تسجلوا بعض المعلومات مهمه اللي انا حصلت عليها واللي ضروري خصكم تعرفوها باش تسجلوا في لا فورماسيون ديالكم بطريقه اكيده وتحيدوا بزاف الشكوك، خاصة على داك الموضوع اللي هضرنا عليه ديال فورماسيون اللي كيبانوا في واحد كاتالوج معين. فاليوم جبتكم اخبار مزيونة غادي تفرح بزاف الناس اللي كانوا انتريسادوس ولا باغين انهم يتسجلوا في اوتراس فورماسيونيس من غير داك لي فورماسيون اللي كنا شفنا في كاتالوجو واللي باقا ما تبدلتش لحد الان. خليكم معايا باش نعرفوا التفاصيل مع بعضنا. واخيرا وضحت الرؤيه بالنسبه للفورماسيونيس ولا شمنتك وين تقدروا تخطروا باش انكم تدفعوا نقريو بارا لا فورماسيون. اليوم جيت ناكد لكم هاد المعلومات هادو بالنسبه للناس اللي حايره وما عرفاش شنو تعمل. فانا كنقول لكم بالنسبه لي فورماسيون اللي خصكم تختاروا، فكاين عده فورماسيونيس اللي نتوما عندكم الحق بيرفيكتامينتي انكم تختاروها من غير لي فورماسيون اللي جات كاتالوجو اللي كنا هضرنا عليه. نساو داك الكاتالوجو حتى هو بطبيعه الحال تقدروا تلتجؤوا ليه لان هذاك من الحاجات اللي داخله في القانون واللي غادي يتم التحديث ديالها. يعني ديك لا ليست اللي كاينه في داك الكاتالوجو فحتى هي تقدروا تعتمدوا عليها، ولكن بالنسبه للناس اللي جاتهم داك الترابخوس ولا داك الخدمه يعني ما يقدروش يعملوها، ما يقدروش يعملوا فيها لا فورماسيون بسبب اللغه، بسبب المستوى الدراسي، بسبب انهم سيمبلمنتي ما باغينش يعملوها، انتريسادوس حاجه اخرى يعني باغين يعملوا واحد لا فورماسيون معينه عاملين عليها عينهم، الحلاقه فحال كاماريرو فحال ترانسبورتي، بزاف ديال بوستو دي ترابخو ولا بزاف ديال المناصب الشغل اللي هما باغينها ولكن ما كايناش في داك الكاتالوجو. اذا اليوم غادي نشرح لكم اكزاكتامينتي شنو غادي تقدروا تعملوا. اول خطوه غادي نهضروا عليها هي كيفاش غادي نحصل على هاد لا فورماسيون، فين خصني نتسجل في هاد لا فورماسيون، واش نقدر نتسجل في واحد سيندرو اللي هو بريفادو ولا ضروري يكون عمومي. اذا بالنسبه لهاد الاسئله هادي غادي نجاوب عليها دابا. اول حاجه تقدروا تسجلوا فيما بغيتوا، يعني سواء كان سنترو بريفادو كتخلصوه بالفلوس سواء كان شي حاجه محسوبه على الدوله. باش نسهل على بزاف د الناس كيفاش تلقاو فورماسيون اللي هي غراتويتا يعني بالمجان وعلى حساب الدوله واللي غادي يكون معترف بها واللي غادي تعطلك فيها اون سيرتيفيكادو دي بروفيسيوناليداد يعني شهاده الاحترافيه في واحد المجال معين اللي انتينا غادي تختاروا بطبيعه الحال. فهنايا الخطوه المهمه اللي غادي نقول لك هي اللي خصك تعملها. اول حاجه خصك تقدم لو دوسي ديالك ولا الملف ديالك ديال طلب الريغو بارا لا فورماسيون لمكتب الهجره، فيه بزاف الحاجات الدوكومنتوس كنت ديجا عملت لكم عليها الفيديو، ولكن غادي نعاود نعمل لكم واحد لا فيديو اخرى اللي غادي نشرح فيها ان شاء الله كيفاش كتعمروا فورمولاريوس، سواء فورمولاريو ديال الالتزام بانك تعمل لا فورماسيون سواء الفورمولاريو ديال الطلب ديال يعني الرايو بارا لا فورماسيون اللي كيكون يعني طلب ديال اي اقامه ضروري كيجي معاه واحد فورمولاريو. هادشي كامل ان شاء الله غنشرحو في لا فيديو اللي مجا. فهاد الحاله ملي كنقدموا الطلب ديالنا الاكسترانخيريه مع الدوكومنتوس ولا الوثائق ديالنا كامله اكسترانخيريه، فهاد الحاله كتجاوبنا وكتقولنا اوكي حنايا موافقين على الطلب ديالك، حيت حنايا كنكونوا عمرنا واحد فورمولاريو اللي فيه باننا غادي نعملوا واحد لا فورماسيون ولا واحد التكوين ديال مثلا نقولوا حنايا الحلاقه اولا كاماريرو ولا اوستيليريا ولا ترانسبورتي. كاين بزاف المجالات اللي تقدروا تختاروا، وكنصح اي واحد على حساب لا بروفينسيا اللي كاين فيها ولا لا كومونيدا اوتونوما ولا لا لوكاليداد اندستا فين كاين هو عايش يعني في بوبلو ولا في المدينه ولا في مكان يشوف
شنو الطلب، شنو كاين يعني الخدمه اللي باغي تختار، واش فريمون واش كاين عليها الطلب ولا لا. حيت الا ما كانش عليها الطلب فغادي تكون الاحتماليه ان يعني ما تلقاش كونتراتو دي ترافاخو بسهوله. واخا اكسترانخيريه مثلا تقبل لك الطلب ديالك، ولكن صعيب باش تلقى كونتراتو دي ترافاخو. يعني هنايا دائما خصك تفكر في واحد المجال اللي ملي تسالي انت لا فورماسيون ديالك ولا التكوين تلقى كونتراتو دي ترافاخو بسهوله. اذا ملي كنقدموا الطلب ديالنا الاكسترانخيريه بالفورماسيون ولا بالتكوين اللي اخترنا حنايا، شنو غادي يوقع؟ غادي يجاوبونا هما بان الطلب ديالكم مقبول. في هذه الحاله هذه فاش غادي يقبلوا لكم الطلب ديالكم، شنو خصكم تعملوا؟ بالنسبه للناس اللي بغاو لا فورماسيون بالمجان، اللي بغاو لا فورماسيون فيها اون سيرتيفيكادو دي بروفيسيوناليداد، في هذه الحاله فاش كيعطيوكم الاوكي المكتب الهجره كيعطيوكم واحد الورقه اللي فيها كيخرج النيه ديالكم، يعني نيميرو دي ايدنتيفيكاسيون ديال اكسترانخيرو، اللي هو كيكون في بطاقه ديال الريسيدنسي ولا في بطاقه ديال الاقامه اللي كيبقى عندكم دائما. يعني واخا كتجددوا لا ريسيدنسي ولا الاقامه ديالكم، هذيك النمره هذيك ما كتبدلش. بحال اللي كنقولوا حنايا في المغرب مثلا لا كارت ناسيونال ديالك ولا البطاقه الوطنيه، كيكون واحد الرقم اللي ما كتبدلش. فهاد الحاله هذه فاش غيعطيكم الورقه اللي فيها النية ديالكم، خصكم ضروري في ظرف 3 أشهر كما كنت شرحتها سابقا في بزاف ديال الفيديوهات، انكم خصكم تكونوا تسجلتوا في تكوين وتجيبوا له في هذه الحالة لا ماتريكولا، يعني تسجلتوا في ذاك التكوين اللي نتوما اخترتوه. كيفاش غنتسجلوا في هذا التكوين؟ ملي كتاخذوا الورقة ديال اوكي مع عند مكتب الهجرة، ضروري خصكم تاخذوا واحد الموعد مع السي بي اللي هو سيرفيسيو امبليو بوبليكو استاتال، اللي كان سابقا الانام انستيتوتو ناسيونال دي امبليو. لان بزاف الناس اللي عايشه هنا يعني موتو تيمبو باقين كيعيطوا له الانام، ولكن هو الاسم ديالو راه تغير. فاش كتاخذوا الموعد مع السي بي تاخذوا معكم الورقه اللي عطاكم في اكسترانخيريه اللي ديجا خارج فيها النيه ديالكم. بهاد الورقه وبهاد النيه كيكون عندكم الحق انكم تدفعوا في السي بي مثلا غادي نقولوا تسجلوا في الكورسوس اللي عندهم، يعني عن طريق الدوله بالمجان. بهذه الطريقه كتحصلوا بطبيعه الحال على اون سيرتيفيكادو دي بروفيسيوناليداد اللي هو شهاده الاحترافيه اللي حطوها في القانون واللي كياكدوا عليها ان بخلال هذه الشهاده الاحترافيه غيكون عندك الحق انك تلقى ان كونتراتو دي ترافاخو، يعني عقد عمل باش تجدد الريسيدنسيا ديالك، ويكون عندك واحد اوتوريزاسيون دي ترافاخو، يعني يكون عندك واحد التصريح بالعمل. واحد النقطه اللي بغيت نشرح هنايا مهمه جدا جدا جدا، كاين بعض لي فيديو اللي كيحطوا فيهم يعني كيفاش تسجل في لا فورماسيون، وكيحطوا لكم بان مثلا تقدر تسجل في هذا التكوين وفي هذا التكوين وفي هذا التكوين، ولكن فاش كتشوف لا فيديو كتلقى بان هذاك التكوين كيناسب واحد الشخص اللي عنده واحد المستوى الدراسي معين، مثلا عنده البكالوريا. يعني هذا الشخص اللي عنده البكالوريا ما يقدرش يعمل واحد التكوين بحال واحد الشخص مثلا اللي ما عنده حتى شي مستوى دراسي. كاين فرق كبير بزاف ما بين شخص وشخص وشخص على حسب المستوى الدراسي ديالو، لان كورسوس ولا التكوين اللي كاين في السي بي اللي هو مكتب الشغل فهما بعد الكورسوس اللي ماشي اي شخص يقدر يتسجل في اي تكوين. غادي نشرح لكم طريقه وغادي نشرح لكم السي بي كيفاش كيخدموا، يعني كيفاش كيقبلوا الناس باش يعملوا فورماسيونيس عندهم وباش ياخذوا اون سيرتيفيكادو دي بروفيسيوناليداد. اذا السي بي عنده 3 ديال النيفيلات، 3 نيفيلات. البريمير نيفيل اللي هو الناس اللي ما عندهم حتى شي مستوى دراسي، بدون مستوى دراسي. ملي كنقول بدون مستوى دراسي كنعني هنايا ان الناس مثلا ما قراوش نهائيا، ولا بعض الناس اللي قراو في المغرب عندهم البكالوريا ولا عندهم لا ليسونس ولا عندهم اي حاجه، ولكن ما عملوا حتى شي معادله الشواهد ديالهم. هاد الناس هادو واخا قاريين في المغرب، ولكن بالنسبه لاسبانيا كيتعتبروا ناس بدون مستوى دراسي، يعني نقدروا نقولوا فحال ناس اميين بحال هكذا. وبالتالي هاد الناس واخا يمشيو للسي بي ويقولوا لهم حنايا عندنا البكالوريا ولا عندنا ليسونس
ولا عنا ولا عنا. السي بي اذا ما شافش الوثائق ديال الشواهد ديالك، عملتي لها المعادله ديالها وقديتي الامور ديالك كما كنقولوا بالاسبانيه اومولوغاسيون، فهاد الحاله ما يعترفش بدك الشواهد هادوك، وغادي يعتبرك شخص بدون مستوى دراسي، وغادي يعطيك واحد الكورسو تعملو اللي كتعتبر ضمن نيبل اونو يعني المستوى الاول، فيه بعض تكوينات معينه على حسب المستوى الدراسي لكل شخص. دابا غادي نشرح لكم نيبل دوس. نيبل دوس كيصلح للناس اللي عندها الاسو، اسو اللي هو المستوى الاعدادي كما كنقولوا حنايا في المغرب. الناس اللي قرات هنايا الاسو وخدات يعني كملت الدراسه فيه، فهاد الحاله وبطبيعه الحال كتبين بانها عندها الاسو، عندها الحق انها تدخل لي فورماسيون ديال المستوى الثاني في السي بي اللي عندها بعد فورماسيونيس معينه بطبيعه الحال. بالنسبه للمستوى الاخير فهو نيبل 3 اللي هو المستوى الثالث. هذا المستوى هذا كيصلح للناس اللي عندهم شواهد ابتداء من البكالوريا فما فوق. هذا المستوى الثالث فهو كيسمح لك بالولوج لواحد لا فورماسيون اللي هي عندها واحد النيفو طالع، يعني واحد المستوى اللي هو اكثر اللي يتناسب مع المسار الدراسي ديالك، وهكذا كتكون عندك الحدود في سوق العمل يعني اكثر بطبيعه الحال، لان فورماسيونيس كيكونوا الثقل ديالهم اكثر. غادي تقولوا لي كيفاش نعرف انا نيبل اونو نيبل دوس نيبل تريس؟ سيمبلمنتي بكل بساطه، ملي كتسجل في سي بي وكيقولوا لك صافي تسجلتي، فاش كتمشي للدار كتفتح بيسي مثلا ولا كاع باغ تليفون يعني في التليفون ديالك، قبل ما يبين لك السيستيما يعني شنو هي لي فورماسيون اللي كاينين، كيطرح عليك بعض الاسئله. اول سؤال مثلا كيقول لك شنو هو المستوى الدراسي، واش حاصل على الاسو، واش عندك البكالوريا، واش ما عندك حتى شي مستوى دراسي. كتجاوب على هذا السؤال، مور هذا الشيء كيقول لك مثلا واش بغيتي فورماسيون بريسنسيال يعني حضوريه ولا اونلاين. مور هذا الشيء كيقول لك مثلا اش من مدينه بغيتيها، كتختار المدينه ديالك بطبيعه الحال، البلاصه اللي نتينا فيها، وهكذا يعني بعض المعلومات البسيطه باش سيستيما كيعطيك لا فورماسيون ولا التكوين اللي متناسب مع البيرفيل ديالك، مع الدراسه ديالك، مكان التواجد ديالك، الظروف ديالك، يعني واش بغيتي لا فورماسيون حضوريه ولا اونلاين. ولكن بطبيعه الحال بالنسبه للرايو برا لا فورماسيون، انا كنصحكم دائما تختاروا فورماسيون اللي تكون بطريقه حضوريه لانك تكون احسن، والحدود ديالكم بطبيعه الحال غادي تكون يعني فيها نجاح اكثر. ملي كتجاوب على هذه الاسئله فالسي بي كيعطيك التكوين اللي متناسب مع الناس اللي ما عندهم حتى شي مستوى دراسي. ولكن بطبيعه الحال واحد الحاجه كناكد عليها ما هضرتش عليها بزاف بيرو اليوم غنهضر عليها، هي اللغه، اللغه ثم اللغه ثم اللغه. ضروري خصك تعلم اللغه الاسبانيه، واخا يكون واحد المستوى يعني شويه بسيط، خاصه الا ما كان عندك حتى شي مستوى دراسي. فباش تعمل واحد التكوين ضروري خصك واحد لا كومونيكاسيون مع الناس، يعني واحد التواصل مع الناس اللي كيعملوا التكوين. اذا كنتي من الناس اللي دوزتي عامين في اسبانيا وغادي تفان الرايو برا لا فورماسيون، ولا دوزتي اكثر من عامين، فاكيد غتكون تعلمتي بزاف د الحاجات. وإذا كنتي من النوع اللي ما تعلمتيش بزاف د الحاجات، هذا كيعني انك نتينا من نوع الناس اللي ما عندكش الاراده، كنتينا من نوع الناس اللي ما عندكش الاراده. اللغه كتبقى واحد السلاح قوي جدا اللي كتمشي نتينا في الطريق في الزنقه في اي مطع، دخلتي الاداره، دخلتي هضرتي مع شي واحد في التليفون، قضيتي امورك، كيبقى واحد السلاح قوي اللي كيخليك واحد الشخص قوي امام اي واحد هنايا اسباني، وما عمرك كتحس لا بالنقص ولا بالعنصريه. هذه واحد الحاجه اللي كناكد عليها، حاولوا ما امكن يعني تعملوا المجهودات ديالكم الكامله باش انكم تقراوا اللغه وتوصلوا لواحد المستوى على الاقل لا باس به، لان اللغه هي اللي غتفيدكم، ما يفيدكم حتى شي واحد اخر. حاجه اخرى بالنسبه للناس اللي غادي يسقسوني كيفاش نعرف هذا التكوين وانا باقي ما سجلتي في السي بي، وخصني نقدم الملف ديالي اكسترا خيريه بيرو ما عندي حتى شي فكره على التكوين، شنو غادي نعمل؟ الحل سهل جدا، قبل ما تقدم اكسترا خيريه كتخون باخينات السي بي. هادشي اللي انا كنقول لكم اورالمنتي، ولكن كنوعدكم بانني ان شاء الله غادي نحط لكم فيديو اللي فيه اكزاكتامنتي كيفاش تفتشوا على فورماسيون، حيتاش بزاف الناس كتسمع مثلا الهضره ديالي ولكن ما كتعرفش تفتش في البيسي، ما كتعرفش تفتش في التليفون،
اللغه بقى ما متمكناش منها بزاف، وبالتالي كيصعب عليها انها تطبق الهضره ديالي سمعه وتطبقها الى واقع. وبالتالي الواقع حنايا ان شاء الله غادي نوصلوا له، غنعمل لكم فيديو اخر منين يكون الصوت ديالي احسن. اذا كندخلوا السي بي، بالنسبه للناس اللي تقدر تبدا دابا تشوف وكتفهمني، كندخلوا السي بي كنعملوا باننا خصنا نقلبوا على اون فورماسيون. غادي نخلي لكم ان لاسي ديال السي بي المباشر كيفاش تقلبوا على فورماسيون. لتحت غادي تلقاو بوسكار شي حاجه يعني كتقلب على فورماسيون ولا سيرتيفيكا بروفيسيوناليداد ولا شي حاجه بحال هكا. شوفوا في بانتاي مزيان وغادي تبان لكم. غنخلي لكم ان لاسي الرابط في صندوق الوصف، غتدخلوا له باش غيطرح عليكم ديك الاسئله. هادشي تقدروا تعملوه واخا ما عندكم لا نيه، باقي ما مقدمين الطلب ديالكم اكسترن خيريه لتا شي حاجه، تاخذوا فكره على لا فورماسيون فين كاينه حداكم، شمن بلاصه، لادريس ديالها يعني العنوان ديالها، التليفون ديال البلاصه اللي غادي يعملوا فيها سي بي، لان كيكونوا بعض المعاهد اللي تابعه للدوله اللي كيكون عندهم معها واحد لا كونفونسيون، واحد الاتفاقيه اللي هكذا سي بي كيقول مثلا في هذا المعهد هذا ولا في هذا انستيتوتو ولا في هذه المدرسه غادي نعملوا فورماسيون ديال الحلاقه، في هذا المعهد هذا غنعملوا فورماسيون نكونوا ناس يسوقوا مثلا كاميون او يسوقوا حافله بحال مثلا ديال الالسا ولا بزاف ديال الكورسوس ديال مثلا اوستيليريا كاماريرو، يعني بزاف ديال الحاجات اللي نتوما عارفين هاد الكورسوس كيفاش كيكونوا النوعيه ديالهم. غتطلعوا بيدكم على هاد لا فورماسيون غتشوفوا الحاجه اللي كتنافس بكم على حساب النيبال ديالكم، المستوى الدراسي ديالكم، نيبال اونو نيبال دوس نيبال تريس كما شرحت لكم. غادي تشوفوا دوك لا فورماسيون كيجيو كاع المعلومات تماك اللي خصكم تعمروا في داك فورمولاريو اللي غادي نشرح لكم ان شاء الله من بعد. هكذا كيكونوا عندكم كاع المعلومات اللي غادي تحطوها في الالتزام واخا باقي ما عملتوش ماتريكولا، واخا باقي ما تسجلتوش. علاش؟ حيتاش باقي ما عندكمش الحق تسجلوا مع السي بي، حيتاش ما عندكمش النيه. اون افيس غادي تدفعوا اكسترا خيريه المكتب الهجره الملف ديالكم فيه باسابورتي فيه فورمولاريوس فيه التصويره ديالكم فيه انتيسيدنت سبيناليس حسن السيره فيه برويباس ديالكم، يعني شحال نتوما في اسبانيا، فيه بزاف الحاجات اللي هضرنا عليهم ديجا شرحت لكم. بالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا فورمولاريوس غادي نخلي لكم هنايا في الشاشه باش ترجعوا عندك لا فيديو هذاك باش تعرفوا اكزاكتامنتي شنو هما الوثائق المطلوبه. ملي غتعرفوا على لا فورماسيون غادي تحطوها في الفورمولاريو وهكذا غتكونوا عارفين حتى فاتشا يعني التاريخ ديال التسجيل. غتدفعوا الاكسترا خيريه غادي يجاوبكم، غادي تمشيو تسجلوا في سي بي، غتسجلوا في لا فورماسيون ديالكم، ما تفوتوش المده بطبيعه الحال التاريخ اللي كاين في فورماسيون. حاولوا تشوفوا واحد لا فورماسيون اللي المده ديالها ماشي قريبه بزاف هكذا ما يمشيش عليكم بلاصو، يعني ما تمشيش عليكم البلاصه ديالكم، وغادي تدفعوا ماتريكولا ديالكم ولا التسجيل ديالكم اكسترا خيريه باش يكملوا لكم التراميت ديالكم، تعملوا لا شويس اللي هما البصمات وتاخذوا البطاقه ديال الاقامه ديالكم. اذا هذه كانت معلومات بعجاله، لا ماشي بعجاله الصراحه، شرحت لكم بالتفصيل واخا صوتي مريض نو باس انالا بوركي الصراحه بزاف الناس كيتسناوني وبقاو فيا بوركي كيتسناو المعلومه وانا ما قدرتش نصور المعلومات عندي وما عندي كيفاش نعطيهم لكم بير الحمد لله ستي موتشو ميخور. بالنسبه للناس اللي بغات تعرف كيفاش يتعمر فورمولاريو الاولاني فورمولاريو الثاني اللي هو التزام، كيفاش توصلوا للسي بي، كيفاش تقلبوا على التكوين، كيفاش يعني تمانيخارو يعني كيفاش تدخلوا الباخينا اي تودو ايسو، غادي نشرح لكم ان شاء الله في الفيديو المقبل بالتفاصيل اكثر. كنتمنى هذا الفيديو هذا يكون فاد بزاف ديال الناس اللي كتسنى المعلومه لان هذا هو الهدف ديالي. بالنسبه للناس اللي عندها اسئله فما تنساوش تحطوا لي كومنتاريوس بريغونتاس كوالكير كوسا، اي حاجه بغيتوها يعني تعرفوها بالتفصيل حطوها لي، مواضيع اللي بغيتو نهضر فيها نفيدكم فيها كتبوها لي، كنحاول ما امكن انني نجاوب على يعني لا مايوريا يعني الاغلبيه ديال الناس على حسب الوقت ديالي بطبيعه الحال. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، ما نطولش عليكم، نشوفوا ان شاء الله فيديو اللي ماجي. السلام عليكم.